رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الأخير من الحصة متاعنا اليوم، نحكيه على التحكيم مع طارق الزيادي، بلال الفضيلي، رفقي بوستة ومختار دبوس. مختار، الأجواء أصبحت سخونة شوية حتى في التحكيم، وكل يوم تزيد حاجة جديدة في المجال. اليوم أبرامو وسيم عمارة هبة التدوينة شفناها صباح، خلينا ناخذ من عندك أنت قراءتك اللي صاير توا. والله انا ديما راني في تقول لي الاجواء مشحونه يا اخي، كانت بارده هي ولا كنا منظمين اكثر؟ هذه لا هي بيده ما نتصورش كم توصل مشحونه كما وقت المشرف العام. تو حاليا بالنسبه لي انا تواخير، انا لا مش تواخير، لا مش ناس لك حاجه بركه، خلي هذه بركه، هذه نفسها قصاص بالدرجه الاولى. انا اللي خير كي كان ناجي ولا تو طبعا بعد في اللوف نقول لك في الباركينج. انا غزل، انا 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 معاك. كل تعرف شنو الخاصيه في نحن كحكام، وقلت لهم اللي انا نزفر رانا ماناش يد واحده، راه الجمعيات عندها جمهور وجوارات ولابسين مريول ويبداو يد واحده، نحن كل اربيتر عنده دربو يجي على روحه باش يتعين وحده، وماذا بيه ماتش ينجح هو وحده واصحابه يتهردوا. هذه هي هذه مشكله التحكيم، انتو مش مشكله هي، حتى موجوده حتى في كل بلايص. انا هنا وسيم عمر عنده الحق باش يدافع على روحه، حاب يتعين، لكن هنا ما يلام على اللجنه هذه. وعقد مشكلته مش يحب يتعين، مشكلته يحب ما يتعينش. لا 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 لا, لا انا مش فاهمش عربيت ما يحبش ما يتعينش. لحظه معنا خلينا نفهموا اكثر الحكايه بالتليفون. وسيم اهلا بك. مرحبا سلام. مرحبا مختار، وسيم بالحق ما تحبش تعين. انا ما طلبتش بالتعيين مع اللجنه الحاليه. انا لم اطالب بالتعيين، انا عمري ما كان تعيين. انت هبطت تدوينة اليوم الصباح وسمعناك في التلفز في التلفزه تي في ظهر لي في بدايه الاسبوع. كان صار شويه مشكله بينك وبين السيد مراد الدعمي حتى في البلاتو، اليوم هبطت تدوينة. تم اتهامك انك ما رفضت التعيين في الرابطه الثانيه وحبيت التعيين في الرابطه الاولى. بالضبط. واضح لنا شنو صار بالضبط. هو هذا هو اللي خفت منه تحت فيك كما يقولوها. احنا منذ توجهنا للسيد الوزير عرفنا رواحنا اللي احنا باش نكونوا باش نتعرضوا للعقوبات، دونك متوقعين الشيء هذايا، وعرفنا اللي احنا باش نكونوا فيزي. ما رعاني انه بعد مقابله الترجي الرياضي الجريسي والترجي الرياضي التونسي، بعدها عملنا ريونيون مع السيد كمال يدير، لقيت روحي اربع جمعه مانيش معين. في الاسبوع اللي انا عملت فيه اكسكيوز، بعثت فيه دون لي ديلين هالاربع برميل للميل نتاع الدينا اللي انا راني اطلب عدم تعييني لاسباب خاصه، لن اجد نفسي معين يوم غد في تعيينات. هذا التليفون السيد العروسي المنصري، يا سي العروسي راني بعثت لكم اكسكيوز بار ميل، راني مضروب. قال لي راني الميل ما شفتوش. ما رعاني الا انه سي العروسي المنصري يخرج في تلفزه تيفي ويقول وسيم قلت زوج حاجات تو متناقضين، قلت ارفض تعييني لاسباب خاصه، وبعد قلت راني مضروب. اي مع انا في الميل ما حبيتش نقول لي انا مضروب، حبيت اسباب عليش. خاصه على خاطر اليوم مضروب ينجم باش نقول لك علاش. على خاطر انا الضربه نتاعي ما تستوجبش راحه طويله، وباش ما يبداوش يقول لك اوكا باس قال مضروب ويريحوني عاد شهرين كاملين ودز على خاطر باس قال مضروب. في اسباب خاصه يبدو انك ما عينكش شويه زاد حتى انت. لا لا ولا لا لا ولا لا ما فما حتى حكم ما عينوش. مختار يعرف ودومانو يعرف، فما حتى حكم معي. اسلام مختارف نحن كي نبعثوا اكسكيوز مالمو نبعثوا مع الشهاده الطبيه. انا غزولي انا فاهم الوضعيه نتاع بعثت الشهاده الطبيه يا مختار. بعثت راني شهاده طبيه بالواتساب للسيد العروسي المنصري، بعث له شهاده، قال لي بعث لي شهاده طبيه وبعثت له، وما راني الا انه خرج وادعى انه وسيم عمره رفض التعيين، وهذا اللي خفت منه، وهيك علاش هبطت اليوم تدوينة باش نوضح للرأي العام اللي أنا راني عمري ما رفضت التعيين، اللي أنا تعديت على عديد المكاتب الجامعية سواء وستابلتي وعديد المسؤولين التعيينات المساعدين، أنا مع مجد الحومة مع عديد المسؤولين، عمري ما رفضت التعيين جملة واحدة كالكسوة شنو الصنف. اليوم نرجع ونقول رانا بدينا في تصفية الحسابات، راهو اليوم كي قلت انا رابطة صفاقس كاملة معاقبة في على خاطر وسيم عمارة، راني نعرف شو نقول. شنو رابطة صفاقس معاقبة على خاطر كيفاش؟ رابطة صفاقس معاقبة على خاطر وسيم عمارة، خرج السي العروسي المصري وقال رابطة صفاقس كلها معاقبة. وين قال هك؟ قالها في التلفزة تي في. اللي قل له نضال الطيف انت بيدك، قلت له ماكش معاقب بعد لقاء الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. نقول له حسين بالحاج علي ما عمل معاكم حتى لقاء، علاش معاقب وقت اللي هما قالوا راهو الارشيف
ما لقيناهش، لقاو كان عقوبة حسام الحاج علي، نقول له أمين البقايرة صحيح عمل لقاء أخطأ كما كافة الحكام يرتاح. أميرة العيادي مافيولا قالت أخطأ ومافيولا قالت لم يخطأ، اتعاقب 5 جماعة لماذا؟ لتربية الجمعيات. هذا اللي تكلمت أنا اليوم، اليوم هذا ما كناش نشوفه فيه. راه في عهد ناجي جويني مختار موجود للأمانة في كل مرحلة فيها الباهي والمشوم، في عهد عواس طرابلسي فيه الباهي والمشوم، في عهد ناجي جويني فيه الباهي والمشوم. احنا نحبوا الباهي متاع عواس نستحفظوا عليه والباهي متاع ناجي نستحفظوا عليه. اليوم ما نحبش نتعاقب على خاطر ضغط جماهيري ولا ضغط من الجمعيات. انا تعاقبت على خاطر مشيت للوزير وعلى خاطر مشيت للكمال، امير العيادي تعاقب على خاطر الجمعيات، خالد قويدة تعاقب على خاطر الجمعيات، وعديد الحكام وسوف يعاقبون مع هذه اللجنة على خاطر الجمعيات. أنا بيدي نعرف روحي اللي أنا مريح حتى الجانفي، وأنا أفتخر بموقفي وسأواصل في موقفي لو كان نخسر 7 سنين لما زالوا لي في التحكيم. نحب نصلح. أنا طالبت بالاستقلال للإدارة الوطنية للتحكيم، ونحب اليوم مدامنا في فترة فترة مراجعة القوانين الرياضية، نحب نستغل الموقف هذايا، ونحب اليوم قانون أساسي يحمي الحكام، ونحب الاستقلالية، مطلب شرعي موافق عليه من الوزارة وموافق عليه من اللجنة التسييرية لكرة القدم، وطلبوا من سي مراد أنه يخدم معنا على المطالب هذه. ما رأينا إلا أنه سي مراد بعد يومين من أنه تواصل معي شخصيا معش عليه يهز علي التليفون، ادعى أني دخلت في رابطة الكيف. باش نفسر على رابطة الكيف واخذين لي أفنى قلنا لهم نسبقوا الحكام الصغار في الخلاص، حكام تونس الصغار الكل خلصوا، رابطة الكيف ما غير رابطة معناتها ما غير هيئة، ما خلصوش. كلموني الحكام قالوا لي احنا راهو ما عندناش رئيس رابطة. كلمت سي مراد، يا سي مراد راهو ما عندوش رئيس رابطة تعمل مزية القى حل. ادعى اني اتدخلت في رابطة الكيف، من انا اللي اتدخل في رابطة الكيف؟ علاش المغلطات يا اخي اليوم راهو لازمك بالعكس لازمنا نحطوا اليد في اليد، يا ودي القائد الناجح راهو اللي يهز ولاده مش اللي يتاكي ولاده. راني انا عمري ما عندي مشكلة مع مراد الدعمي، سيد مراد الدعمي هذاك حكم كان كيفنا هذاك زميلنا. انا اليوم عندي مشكلة مع طريقة تسيير مدير ادارة الوطنية للتحكيم لمنظوريه، كل كسوة سيد مراد الدعمي ينجم يكون مختار دبوس غدوة، ينجم يكون اكس، ينجم يكون اجريك. علاش نقعدوا ديما في سياسة الخوف والارتجال علاش سياسة اليوم لا هذوكم ضدي يحبوا يرجعوا اللجنة القديمة؟ انسى اللجنة القديمة وما يشراجع اللجنة القديمة، وشكون قال لك احنا مع اللجنة القديمة؟ احنا كل واحد عنده الباهي والمشوم، نحبوا نستحفظوا على الباهي، نحبوا نبنيه مع بعضنا، نحبوا العدل، نحبوا اليوم نكونوا مستقلين. في الاخر انت جاي على ميسيون معينة لمدة 2 أو 3، خلينا نبنيه مع بعضنا 2 أو 3. علاش اليوم نقعدوا في العرك والمعروك في التلافز؟ يا اخي انا علاش خرجت في التلافز؟ على خاطر المدير الاداره الوطنيه للتحكيم ما يهزش عليه التليفون، على خاطر ما عادش فما تواصل، على خاطر بعثت مراسله للجامعه التونسيه لكره القدم اتخبيت لمده 9 أيام وسيد كمال يدير قال ما وصلتنيش. راهو فما حوايج ما تتقبلش. وسيم خلينا نكمل لك حاجه، انت تو عندك اشكاليه ما عادش تنجم تواصل مع سيد مراد الدعمي، عندك تنجم تطلب زيادة مقابلة السيد كمال يدير، تمشي تقابل وتطرح الحقيقة، على خاطر انت راك نحكي مش انت موجود وانا باش نقول راك اسم موجود وتحكم عندك مدة ومريناش عندك برشا مشاكل في تحكيمك. معناها انا حسب رأيي اللجنة اذا كان باش من واجبها تحافظ على الاسامي هذوما اللي باش منعولها برشا ماتشات. دو راهو نفس الاشكال اللي صار فيه ناجي جويني قاعد يعاود فيه سيد مراد الدعمي توا، بكونه ناس جويني كيتخلى ما لمش الشمل، مراد الدعمي مش قاعد يلم في الشمل، مراد الدعمي قاعد يعمل في وضعيه يمكن ان الرافيه توا ما يلام على ناجي جويني اللي جا من البعيد وتخلى وما لم جميعته باش عطاوه وباش حكاوا له في وذنه وذاك باهي وذاك خايب باش من بعد فهم اللي كونه هو يعمل فيه غال، يلوم على مراد الدعمي ولد دومين ما بعدش حتى عام على اللجنه. وانا وطول اخطر من هذاك، انا مع جماعه صفاقس باش يتلام كي راه المعامله نتاع اولاد المستير اللي هما فرد حومه مراد الدعمي وجماعه صفاقس، ما نتصور عندهم الحق باش يتلاموا. انا مراد الدعمي هالشهرين اللي نقول لك اللي مازالوا فيها، لم حكامك
هايت الوسي مامار جيبوا للبيرو يا ولدي راك ما تعملش هكا ركز على ماتشوتك وما تقبل حتى تليفون عند حكم باش يشكي لك على البيمو ولا مشكلته عنده نظريه المؤامره هو واكثر من هذاك راه واش معناها انت راه نهارتها راه صباح يجاوب في هذا ويجاوب في اسمه بالسرور في الجن معناها الحقيقه معناها باش توقع فيش قام تجاوب فيهم كي انت صحيح علاش تجاوب وطريقه الاجابه الحقيقه تخرج السيد مراد الدعمي بطريقه الحقيقه معناها ناخذ عليك من عندك بلال علي سايد علي كل يوم حاجة جديدة كل يوم حاجة جديدة أنا ديما مش نقعد ثابت في موقفي اللي هو وأنه هالحكام تخرج في التلفزة وتخرج في الوحدة راه ما هوش معقول لأنه أنت اليوم تقول لي مراد الدعم يجاوب ولا نجي جويني يجاوب ولا الويش جاوب هو جاوب لأنه لقى حكم معناتها ينتقد فيه ولا يوجه له في رساله ولا ما كل واحد ما يهزش عليه تليفون يقول لك ما يكلمنيش معناها ما يهزش عليه شنو نعمل سامحني انا غدوه نطلب سي كامل يدير مش عليه تليفون نخرج في التلفزه مش كيف منظور نتاعو منظور نتاع انت تطلب مولاي الراديو ما يهزش عليك تليفون تخرج في الراديو تكلم عليه مش كيف هذا شان عام مولاي الراديو بينه وبينه معناها مش نعم لا هو هذا الغلط هذا الخلط وين شوف حسب الظلم انا نقول لك هذا الخلط وين انه احنا قاعدين نردي شأن الحكام شأن عام وهذا خطأ كبير ما هو شأن عام ما هو شأن عام شأن خاص يهم المكتب الجامعي والإدارة الوطنية للتحكيم ما نخرجش أنا أنت ممنوع عليك تصرح أنت حكم ممنوع خليني نكمل كلامي خليني نكمل كلامي بعد صلح لي بعد جيب ستيلو الأحمر وقولي شنو الصحيح فما قانون أنه الحكم ما عندوش الحق يصرح وإذا كان هذا مش صحيح عاود ارجع راجع القوانين فما حكم الحكم ما عندوش حق يصرح شنو كل يوم حكم نهار لحد يعمل مقابلة ونهار الاثنين في التلفزة كيفاش معناها حكم يخرج يصرح يقول والله انا معل استقلالية وضد الاستقلالية ايش دخل حكم يا ولدي انت عندك ناس اعمل اخويا غدوة عندك مسؤولين تتكلم عليك عندك رئيس إدارة تتكلم عليك في كل رابطة عندك مسؤول على التحكيم تتكلم عليك سامحني انت كي تبدأ تتعامل بسوء نية السيد هذا بعثك يا ولدي نتعامل نتعامل بسوء نية هو المسؤول اليوم هو تملك كلمة برك انت السيد هذا كان منك بعث الحاجة شخصية اكسكيوز نكزوا عليه بتقول لي ما قراوش يقراوه لعبت كل يوميا تدخل نكزوا عليه وعينوه حابوا يحطوه في البياج نجحوا الراجل عارف روحه اللي هو غير مرحب بيه في الفترة هذه حاجة عادية باش يخرج يتكلم لا مش حاجة عادية لا مش حاجة عادية انت ما تعملش ردة فعل انت عاقبتني ليه ما مشيتش الماتش زيد عاقبني على خاطر خش في تصريح اي مثال انا معه سي مع مرة نختار زوز ثلاثة زخرين اذا كانك انت ماشي في التمشي هذا متاع الكاميكاز متاع اني انا خلصني مال اعطيني حق ليه شو توليت كما يقول الفرنسيس تو باس دو كوكا لا احنا قلنا المبدأ وانه يخلصوا كما خلصوش عندك إدارة وطنية للتحكيم وعندك مكتب جامعي تلتجئ لهم ما عندك حتى كان ما خليتش حقك ما هوش الحل في البوليميك معنى أنت قانعينك اللي طرف هذا المكتب الجامعي هذا والإدارة قانعينك أنا مش قانعيني والحكام اللي تكلم والحكام مش قانعيني مسالش مش مسالش هذا مسالش ليك أنت ماكش مسؤول أنا مسؤول ما نجمش تكلم الكلام تكلمه أنت تكلم كلام تاع قهوة أنت تكلم كلام تاع مسؤول المسؤول ما يقبلش وأنه منظوريه يتكلموا ويناقشوا مواضيع تهم القطاع في الإعلام وما يقبلش وانه يتهجم على رئيس اداره التحكيم حتى لو كانوا ظالموا حتى لو كانوا غلط وحتى لو كان في الاعلام هذا المبدا وانك ما تهجمش عليه النتيجه نتاع هذا وانه رئيس لجنه التحكيم مش باش يعينك وباش يتصدى لك ورينا في كل شيء شبيه في المكتب الجامعي اللي فات ما كانش فما وانت ما تجمدش على خاطر متغش عليك رئيس جمعيه وما تجمدش خاطر متغش عليك رئيس جامعه وغيرك 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 اليوم ولت المدينة الفاضلة اليوم ولا المكتب الجامعي وقت اللي جاء مراد دعمي ولا وقت اللي جاء غيره ولا ناجي جويني ولت مشكلة هذه الممارسات موجودة والحاك ومناش اليوم باش نغيروها كي نخرجوا نتكلموا في الإعلام شنو الربح شنو ربحنا اليوم كي خرجنا نتكلموا في الإعلام زدنا ضعفنا موقف الحكم لانه كي تحط الحكم انا كنت فرج ما تفرجتش الحقيقه في الحكم هذا لكن تفرجت في بالسرور مع مراد الدعمي راهو تزيد الضعف موقف الحكم انت اليوم تقول لي لم الشمل وتقول لي كنا نحكيوا على المكتب على الاجتماع نتاع المكتب الجامعي بالانديه تقول لي يلزم الانديه يطالبوا بشنو انت اللي زربيت اللي يسبوا في الرئيس نتاعهم في اللي بلاتو نتاع التلفز على انا لم الشمل تحكي وعلى انا تحكيم انت قبل ما انت وقلتوا بربي نطلبوا من الانديه باش ينقصوا البريسيون يا ودي البريسيون هاي الداخل
ماهيش من عندي انا والنادي اللي عمل بريسيون. يا ولدي راكم تحكيو في حكايه مش موجوده. مش مسؤوليه الحكم يا ولدي، ما فهمتش. مسؤوليه المسؤول، انت كمسؤول حكيت في البلاد. مش مسؤوليه المسؤول، انت نحاسبوا المسؤول. ما الحكم، الحكم يقعد راي اذا روحوا تنحاسبوا المسؤول. انت قاعدني راي، اذا كان ما عندكش شخصية. ما قاعدكش راي وقت اللي في القسم سيبي ليه، ما عندكش شخصيه باش تحط الحكم في بلاصته. ما تنجمش تكون مسؤول. لا 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 لا، مش صحيح، مش صحيح. تعليق من عندك رفقي على اللي كنت تسمع فيه وبعد نكملوا مع وسيم. انا الحقيقه نقول وينو لجنه التسويه. صحيح المشكلة بين الإدارة الوطنية للتحكيم والحكام، المفروض هيئة التسوية هي اللي تتدخل تلقى الحلول. الحقيقة نرى في الطرف اللي هو الهيكل الكبير غايب في النقطة هذه، يعني قاعد نتبع حكام اللي عندهم حق عندهم مطالب، الإدارة الوطنية للتحكيم زاد نشوف في مورد الدعم يجاو في البلاتو. وأنا الحقيقة غريبة معناها كما قال بلال تتفرج نهار الاثنين من قناة القناة يجيش. نفس الحقيقة غريبة، نفس العركة، نفس العركة من بلاتو بلاتو اللي ما يجيش الحقيقة. وأنا نضم صوت لصوت بلال، ولكن أنا نقول ويني الجامعة، ويني هيئة التسوية زمها مطالبة بإيجاد الحلول، لأنه مش معقول راهو القطاع نتاع التحكيم بالصورة هذه هو اللي باش يضر. باهي، خلينا نكمل معاك وسيم. على كنت سمع فيه تعليق أخير وردك على كنت سمع فيه الكل. أنا نحترم الآراء الكل ونحترم رأي بلال، ولكن أنا نحب نجاوب حاجة. اليوم اول حاجه ما عندناش قانون انه يمنعنا باش نخرجوا نصرح، واحنا اللي خرجنا حللنا مباريات، اللي خرجنا جبدنا جمعيات، واللي خرجنا سبينا اشخاص. ده ممنوع، ممنوع تصرح، زي ثبت فيها هذه راه ممنوع، هذه انت ما تعلمهاش، لكن انا نقول ناكد لك انا اللي فاهم ممنوع للحكام وانا مصرحوا تصريحات حتى في العالم وسيم. ممنوع، عمرنا ما شفنا حكام يتكلموا زاد. باهي، خاطر انت تو باش تبني فكرتك الكل على معلومه غالطه، راه ماذا بيك تراجع فيها حتى تثبت. فقط خلي يجاوب. باهي تفضل وسيم. باهي، ثلاثه الاعلام راهو تدخل من الاضراب اللي فات من الريونيون مع السيد لوزير، ماهوش تويكه دخلنا للاعلام، احنا في السويفي على المطالب مع السيد لوزير. اليوم راهو انا حتى كي خرجت في الاعلام راهو لا تجاوزت حدودي، لا تجاوزت شخص مورد الدعمي، لا انا اليوم تربيتي واخلاقي خليني نحترم الاشخاص. انا حكيت على حوايج اللي انا كنت نتمنى اني نحكيهم مع السيد مدير الدار الوطنيه للتحكيم لو كان هز عليها التليفون، كنت نتمنى نحكيهم مع السيد كمال يدير لو كان وصلت له المراسله. ومشكور سيد كمال يدير راهو بعث لنا وقال لنا نهار جمعه اللي هو غدوه نجيوكم على الدات نتاع الرينيو. دونك اليوم راهو كي مشينا للاعلام يا بيدير راهو موش تشفي ولا نيكالة ولا اللي باش نخرجوا الكويزينه انتين. لا لا، علاش ما استنيتش حتى قعدت مع كمال يدير؟ انت تو قلت اللي كمال يدير عطاكم النهار، قال لكم نهار جمعه تيك دات رينيو، علاش ما استنيتش حتى تقعد معاه باش تكلم؟ يعني باش ما يسالش انا باش نعلمك يا بيدير، احنا ما خرجناش جمله واحده، احنا وقتاش خرجنا؟ خرجنا من بعد ما سي كمال يدير قال راهو مع البليش في الحد الرياضي. لا لا، جي السؤال هذا هو مادام عطاك دات، علاش ما استنيتش الدات؟ اعطانا امس الدات راهو. بعد ما تكلمت معناها، بعد ما امس ما تجاوبنا سي كمال قال اوكي نهار الجمعه نعطيكم الدات. ولكن احنا وقتاش خرجنا؟ خرجنا من بعد ما سي كمال معناتها لاحظنا اللي سي كمال تسع ايام الدموند نتاع رينيو عنده هو مع البلوج. راهو معناتها ما يسالش نحطوا رواحنا في عوض الحكم، نجموا نكونوا اخطانا راهو. ما اليوم شوف احنا ما حناش زاد المدينه الفاضله كما قلت انت، وما كناش في المدينه الفاضله كما قلت انت، وكاش قلت لك نحترم رايك وعلى راسي وعيني، ونجم نكونوا مخطئين في حوايج. راهو اليوم اذا كان فما مشكله راهو فما خطا من الحكام، فما خطا من الاداره سي سيغ، مش كل الاداره مخطئين، نجم نكونوا اخطانا. هيك علاش مدين يدينا ديما موجودين، ديما نقول انا ما عنديش مشكله مع شخص مراد الدعمي، انا عندي اشكال اتصالي مع مدير اداره الوطنيه للتحكيم، هو هذاش عندي واضح. عندي مطالب، عندي حقوقي اللي انا استعرض بها الوزير واستعرض بها سيد كمال يدير، نطالبوا بها، نحبوا نستغلوا الفتره هذه لمراجعه القوانين اليوم حمايه الحكام. هذا هو تقول لي انا اش دخلك في الحكام؟ نقول لك انا غيرتي على التحكيم، انا اليوم راهو اش مازدني في التحكيم 7 سنين، انا نحكم في الغدوه لاولادي ولاد اولادي ولاصحابي ولاصحابك ولولادك انت يا بلال والناس الكل. اليوم السلطه الرابعه بالعكس زي ما تفهم الحكام وتحس بالحكام، ورانا كيف رانا كنا ولاد تونس. صحيح كما قال مختار راهو الجمعيات عندهم جمهورهم، احنا الوحيدين في التران اللي يهزين الباج نتاع جامعه تونسيه لكره القدم. مالوغوزمون الحلقه الاضعف، ما نحبوش نكونوا الحلقه الاضعف، نحبوا نكونوا حتى احنا زاد عندنا نوتوريتي على التيران، عندنا دي بروسيدور تنظم لنا القطاع. مختلف بسرعه معاش وقت. انا بالنسبه لي انا حسب معلومات اللي عندي اللي قاعد تتحاسب على صحبتك المحمد بن حسن وموجود في التلفزيون تي في، خلينا نكمل لك للاخر.
وقعد تمسك محمد بن حسين انسان فاضل، تمسك بصحبتك وبمبادئك. محمد بن حسين راهو خيتهم انه صاحب محمد بن حسين. نعطيك توا هالمشكله هذه، المشكله اللي موجوده تو اكدها لك وسي معمار. محمد بن حسين اي عبد يتشرف باش يكون صاحبه، انسان فاضل، انسان ما يتكلم كان اللي يرضي ضميره. وانا بالنسبه لي انا كمل في نفس مبادئك وسيم، وانا راهو ديما تكون غلط، تكون صحيح، تكون اخطات، تكون عملت كارثه في التينار، راني ديما مع الاربيتر والمبادئ الى حدود الى والمبادئ. حدود شنو المبادئ؟ شنو هي صحيح ولا غلط ديما معاه؟ لا لا صحيح ولا غلط ما نشتهيش، ولكن العاده ما تعرفش بيهم. لا لا فماش، انا مع صاحبي حكم يحكي مع الحكم، يغلط يغلط ما يغلطش، كيما طارق مع الجوار يغلط ما يغلطش. انا الاربيتر طلع هبط، حكم صاحبي، جمعتنا مره ماء وملح. انا بالنسبه لي انا معك وسيم، كمل على روحك خويا وان شاء الله ربي يوفقك. يعطيك الصحه، شكرا لك وسيم على تدخلك معنا وعلى كل الاضافات اللي مديتنا بها. شكرا لك محترم دبوس، يعطيك الصحه مره اخرى، عيد ميلاد سعيد المنير. شكرا لرفقي ابو ستة ايضا، يعطيك الصحه، شرفت بحضورك. ايضا بلال الفضيلي بارك الله فيك، وطارق الزيادي يعطيك الصحه. سيبون ماشي اللايف عندك ريجل. شكرا لك الكل في الاخراج، ملتقانا كالعاده غدوه في نفس التوقيت، نتلاقى مع 11.